كيف حالك مع الله؟ أنا عايز أسألك أنت بقى في سلسلة كيف وأخواتها، كيف بيتكم مع النبي؟ بيتكو أخباره إيه مع النبي؟ يعني مراتك، زوجتك، وولادك يعرفوا قد إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا يا جماعة لما بقول لكم الأسماء اللي أنا ذكرتها النهاردة دي كلها أسماء علمائنا وكبرائنا وأساتذتنا، كنت بقول النهاردة أولادك يعرفوا إيه من الأسماء دي؟ إيه من أسماء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النهاردة يعرفوا أسماء لعيبة الكورة في مصر وخارج مصر، النهاردة يعرفوا أسماء الممثلين والمغنين في مصر وخارج مصر، لكن يعرفوا قد ايه من سيرة النبي. لما النبي اتشتم قلت ساعتها ان اللي شتموه ما يعرفوهش، لو يعرفوه كانوا حبوه واتبعوه، والعيب عندنا احنا لان احنا ما عرفناش نعرف العالم مين هو النبي محمد. الناس بيتكلموا عن قوادهم ورؤسائهم واصحاب مصالحهم والمخترعين و بيتكلموا لدرجه الابهار، وتتعلم وتتعمل افلام وقصص ومسلسلات وكتب في هؤلاء. النبي، نبينا محمد، خدمنا بايه؟ عملنا له ايه؟ عرفنا الناس عنه ايه؟ احنا نفسنا. أنا عايز نخرج من الحلقة دي بالسؤال ده: كيف النبي في بيتك ومع زوجتك وبين أولادك؟ كيف؟ هو ده الموضوع. يا ترى ده التأثر؟ ده تأثرنا لما نسمع اسم النبي؟ يا ترى ده موقفنا؟ بسرعة